لأن لو قرأتم كتب القسيمي لا يمكن أن تتصوروا كم البذاءات اللي يوجهها للإله عز وجل والأنبياء والرسل والدين. أنا أثبتت بعض هذه الأشياء في كتابي خرافة الإلحاد، واعتذرت قبل وبعد أن أثبتها ببساطة جدا. مختصر فكر الإلحادي التعدي بأحط الألفاظ على الذات الإلهية والرسل والأديان، الحط والتحقير والاستهزاء بكل ما هو عربي وبالقضايا العربية والإسلامية. على الكتاب ده بيقول إيه؟ كلام الإنسان بشكل فظ وسخرية شديدة، اللي يؤيد يعني موقفي الكاره له ورأيي في كتاباته شوفوا رأي المفكر والشاعر العظيم ميخائيل نعيمة، بيعلق على كتاب للقسيمي، كتاب العالم ليس عقلا. ميخائيل نعيمة بيعلق على الكتاب ده بيقول ايه؟ انه كتاب هدم ونفي من الطراز الاول، هدم الآلهة والاخلاق والفضائل والمثل العليا والغايات الشريفة. لا عجب، فانت في اول فصل تنفي ان يكون لوجود الانسان اي معنى، والذي لا يعرف لوجود الإنسان معنى ولا يعرف لعبقرية الإنسان أي معنى كيف يكون لكلامه أي معنى؟ ده كلام ميخائيل نعيمة. ويضيف: إن قلمك ليقطر ألما ومرارة واشمئزازا وحقدا، ولو كان لمثل حقدك أن يصنع قنبلة لكانت أشد هولا من قنبلة هيروشيما. أنا تعمدت أذكر هذا التقييم من ميخائيل نعيمة للقسيمي، لأن لو تصوروا القسيمي ده رمز للملاحدة المعاصرين دلوقتي من شبابنا، رمز، والمستشرقين أيضا، ده بيكتب عن إبداعات القسيمي، وهكذا هكذا اعتدنا وهكذا خبرناهم، إنما هو رمز لهؤلاء بشكل يعني. يقول البعض أن القسيمي قد تاب قبل موته ومات في مستشفى في القاهرة، وأنه كان يقرأ القرآن. والله سواء تاب أو لم يتب، فهو الآن بين يدي ربه عز وجل.